طيب، يعطيكم العافية يا شباب. بخصوص الـ presentation template للمشروع النهائي، صار موجود عندك متوفر على الجيت هاب، تمام؟ فهتلاقيه مباشرة يعني في الجيت هاب، والأشياء اللي موجودة باللون الأصفر هي اللي أنت محتاج تغيرها. يعني هنا مطلوب منك تغيير اسم الداتا سيت، وبتحط اسمك ورقمك الجامعي، والطالب الثاني اللي معاك في المجموعة تحط اسمه ورقمه الجامعي. عشان ما انساش، هنا راح تحكي عن الدومين تبع الداتا سيت. طبعا الداتا سيت موجودة زي ما حكيت على الجيت هاب، وحاول يعني لازم تستخدم الداتا سيت اللي موجودة على الجيت هاب. أنا أي نعم صحيح حاطط رابط خارجي بيودي على الكاجل، لكن ضروري جدا إنه أنت تحمل الداتا سيت عندي من الجيت هاب. ليش؟ لأنه في بعض الداتا سيت في عندك ملفات عديدة، تمام؟ فأنا انتقيت منها، فأنت لما تروح هناك حتلاقي أنت في عندك ملفات كتيرة، سي اس في فايلز كتيرة، فأنا انتقيت منها بعض الملفات أو بعض الداتا سيت، وحتلاقي انه في بعض الداتا سيت الثانيه انه الحجم تبعها كتير كبير، فانا اخذت سامبل منها تقريبا 10,000 سجل. فعشان هيك دائما نزل الداتا سيت من عندي من الجيت هاب، ما تنزلوش من الكاجل، تمام؟ فجيت اول سيكشن انت عندك بتحاول انه انت تشرح عن الدومين، تمام؟ طبعا الدومين انه انت بتحكي على البيزنس دومين، انا بقصد البيزنس دومين، يعني فبتحكي مثلا انه الداتا سيت هذه عن البايك، فبالتالي انت بتحكي شو الدومين هذا، شو يعني بايك شير، ايش الدومين هذا، ايش يعني انه كيف بيشتغل هذا النظام. فهذه معلومات اساسيه في البزنس. او على سبيل المثال في الاي بلس اكس تشينج، ايش الاي بلس اكس تشينج، ايش يعني مفهوم التبادل الاكاديمي، ايش بصير فيه بالضبط. فانت بدك تشرح وتوضح البزنس دومين على الداتا سيت تبعتك، وانت زي ما انت شايف هنا استخدم قد ما بدك من السلايد، تمام؟ مش معنى انه انا حطيت لك سلايد واحده انه خلاص انه انت بدك تكتفي في الشرح، انت عندك في سلايد واحده. وكذلك هذا برزنتيشن، معنى ذلك انه انت ما تحطش فيه باراجرافز فقرات، يعني فقره نص كامله. الباوربوينت برزنتيشن عاده هذا مش ملف وورد، هذا باوربوينت، فبالتالي انت بدك تحط نقاط مختصره بتحكي مفيد. اما تقعد تحكي لي يعني حكي كتير، مش مناسب انه انت تحطه عندك في الملف هذا. هذه شغله. والشغله الثانيه انه برضه ما تاخذش اي يعني نص عن الدومين، تيجي تبحث عن البايك شير وتيجي تنسخ لي من الويكيبيديا وتحط لي اياه زي ما هو، لا، بدك تكون فاهم ايش معنات بايك شير، تمام؟ على سبيل المثال. بعدين بدك تحكي عن البيانات، تحكي عن السورس تبعها، ايش الكونتكست تبعها، تمام؟ ويعني بشكل مختصر انه انت تحكي على الداتا سيت تبعتك، تمام؟ هنا بتبدا تستكشف في البيانات، يعني هنا زي مقدمه عن البيانات، وهنا بتبدا تستكشف فيها وتحط معلومات اكثر عن الداتا بيز او الداتا سيت تبعتك. فهنا راح تستخدم الديسكريبتيف اناليتكس، تمام؟ وتستخدم الداتا فيجواليزيشن. ممكن انا اقول لك الاوردر تبع هاي الشغلات هنا في البداية. فأنت ممكن إنه أنت تبدأ بوصف إنه أكم عمود وأكم سجل أنت عندك، هل في عندك missing values، قديش، تمام؟ إنه how many، إنه أنت بتحطه طبعا طبيعة الحال إنه كنسبة مئوية يعني بهذا الشكل. وتستخدم descriptive statistics. descriptive statistics ما فيش داعي إن أنا أعيد أشرحه، خلاص مشروحه عندك وعارف انت ايش بدك تحط فيه بالضبط. والديتا فيجواليزيشن، في الديتا فيجواليزيشن انت بتحط لي سكرين شوت من الفيجواليزيشن تبعك، تمام؟ فبالتالي انت مش حترفع لي انه يعني بالاضافه للباوربوينت هذا، مش حت يعني مش حت يعني مش حروح انه انا افتح عشان الفيجواليزيشن، افتح البروجكت عشان اشوف الفيجوال. فبتاخذ منها سكرين شوت وبتحطها هنا بغض النظر عن التول اللي انت استخدمته، تمام؟ هجيت انت بدك من خلال الفيجواليزيشن تخبرني ايش اللي صار،
تحكي لي قصة إيش اللي صار، إيش الترند عندك في الداتا سيت، هل في ترند معين، في علاقات بين الأتريبيوت، فحاول إنه أنت قدر الإمكان إنه أنت تحكي لي قصة عن البيانات إيش اللي صار فيها، تمام؟ بعدين يعني حط سلايدات قد ما بدك. بعدين نيجي للخطوة الثانية، أنت عندك في الداتا ساينس لايف سايكل إنه أنت بدك تحضر البيانات، فبدك تعمل كلين للبيانات وتطبق عليها ترانسفورميشن، وكل عمليات الترانسفورميشن أنت إذا بتتذكر في عندك جدول بيشرح كل العمليات تبعت الترانسفورميشن، هذه بتشمل أنت إنه أنت تتعامل مع الميسنج، بيشمل إنه أنت تعمل ديرايف لنيو أتريبيوت، أو تعمل ريدكشن للأتريبيوتس، أو تعمل ريدكشن للروز، فهذه الأشياء كلها حاول إنه أنت تطبقها بما يتناسب مع الداتا سيت تبعتك وبما يتناسب مع الغرض الأساسي من يعني البزنس بروبلم. تمام؟ بعدين كيف بدك توضح إنه أنت كيف يعني قسمت الداتا سيت، فبالتالي هنا إنه أنت بدك إنه أنت يعني انكلود لتيبل بيوضح البرسنتج، تمام؟ انه انت عندك على سبيل المثال لترين فأنت بتحط إنه قديش عندك عدد السجلات وقديش بتمثل نسبة مئوية أنت عندك من السجلات بهذا الشكل، وهنا ضيف سلايدات قد ما أنت محتاج. تمام؟ بعدين بتبدأ بالديسكريبتيف أناليتكس، تمام؟ قبل البريدكتيف، لانه يعني انت فعليا انت حطوه يعني حتستخدمه في وصف البيانات والتعرف على البيانات اكثر، فانت حتطبق هنا الكلسترنج والاسوسيشن رول، تمام؟ وكذلك يعني في هذا السكشن برضه حتضمن النايم ورك فلو، حتضيف لي سكرين شوت من الورك فلو، عشان هيك زي ما احنا كنا نشرح عملي يعني كل نود انه انت بتكتب النود هذه ايش بتعمل، هذه لود للبيانات، هذه انه بتعمل بريبير فيها للبيانات، بتعمل هاندل للميسنج عشان انه يكون الورك فلو واضح عندك، تمام؟ بتوضح ايش النتائج الاساسيه اللي انت توصلت لها، وبدك تعمل ايفالويت للريزلت حسب ما درسنا كيف انه احنا نعمل ايفالويشن، تمام؟ ضيف سلايدات زي ما انت بدك. اخر حاجه انت عندك البريدكتيف اناليتكس، بدك تستخدم العديد من يعني عدة ماشين ليرنينج الجوريثم عشان تعمل بريدكت للفيوتشر، ونفس القصة بدك تضمن السكرين شوتس تبع الورك فلو وتقارن بين الماشين ليرنينج الجوريثم، تعمل ايفالويت للريزلتس، ضيف سلايدات زي ما انت عاوز. اخر سلايد هي فقط سلايد واحدة بتحط فيها الكونكلوجن كسمري، تمام؟ بتلخص فيها كل النتائج اللي انت توصلت لها وكل المخرجات تبع المشروع تبعك، تمام؟ هاي بالنسبة للتمبليت. في اي اسئلة على التمبليت؟ بالنسبة للموعد النهائي في نهاية ديسمبر، حاحط لك ايقونة على الموديل انه انت تسلمه، حط لك التاريخ بالضبط، خليني اطلع على الكالندر واختار تاريخ، تمام؟ بخصوص البرزنتيشن مش عارف، لانه هذا بيعتمد على أعداد المجموعات، يعني إذا كان الأعداد كبيرة فبالتالي مش حيكون في عندنا متسع للبرزنتيشن، ولكن يعني خليني أفكر في الموضوع وأشوف، يعني ممكن أنا أطلب منك إنه أنت تسجل فيديو فأكتب لك على الموديل إيش بالإضافة لتسليمك للباوربوينت وملفات النايم، هل مطلوب منك إنه أنت تيجي تناقش ولا إنه أنت تسجل فيديو بمدة معينة مثلا 15 دقيقة 20 دقيقة تشرح فيه السلايدات أو تشرح فيه البروجكت تبعك. في أي سؤال على التمبليت تبع البروجكت؟ إيش المطلوب منكم؟ كيف؟
صحيح، لانه انت ممكن انه انت ترشح واحد من الاتريبيوتس من الاعمده انه تعتبره كلاس ليبل وتطبق عليه البريدكتيف اناليتكس. تمام، فكر يعني، هذا محتاج انه انت يعني تفكر ايش هو الاتريبيوت اللي انت ممكن تختاره. يعني كمان مره زميلكم بيسال سؤال مهم جدا، لو الداتا سيت هذه ما فيش فيها كلاس ليبل، مش موضح في الديسكريبشن انه في كلاس ليبل واضح، بده يكون مطلوب منك انه انت تختار تنتقي من بين الاعمده، ترشح تارجت تعتبره ككلاس ليبل وتستخدمه يعني في البريدكتيف اناليتكس. تمام، خد وقتك وفكر انه ايش ممكن يكون مفيد انه نعمل بريدكت لهذا الاتريبيوت، هل هو مفيد ولا مش مفيد، بدك تفكر فيها بالآلية هذه. أسئلة ثانية؟ خلص الأسئلة على المشروع.